اسمها النفس اللوامة، وده من أخطر أنواع النفوس، أخطر من النفس الأمارة بالسوء. أخطر، لا أخطر. أعتقد إن دي بتمرض أكتر، دي بتموت، دي بتوقف حياتك عند نقطة معينة. لذلك ربنا أقسم بيها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فلما ربنا يقسم بهذه النفس اللوامة، هي فعلا بتسبب الأمراض، وممكن هي تسبب، يعني تسبب. ليه بقى بتعمل كده؟ لأنك دايما تلاقي الشخص كده وهو سرحان، إيه ما ترد عليا، مالك يا أستاذ أحمد سرحان كده ليه؟ والله يا دكتور أصل أنا حاسس إن أنا امبارح ما عملتش اللي كان المفروض، ده لوم. طيب انا حاسس ان انا امبارح لما عملت كذا كان المفروض اعمله احسن، ده لوم. ويفضل بقى الناس اللي بتعمل كده تفضل تفكر في الموضوع، مثلا ممكن تقعد شهر يفضل في افكر حالة في موقف حصل في نص دقيقه من لومه لذاته وتانيبه لضميره بشكل لا تتخيلي. مع الموقف عدى خلاص. لا يعني مفيش حاجه اسمها عدى، عدى ازاي؟ خلص ده يعني. ده بينشر نشاره الخشب، يجيب نشاره الخشب ينشرها تاني. المهم ان هو يفضل في حاله تانيب لذاته وتذنب. يعني ايه تذنب؟ يعني اختلاق الشعور بالذنب. فلانه ماتت، انا ما عملتش اللي عليا، انا ما رحتش زورتها، انا ما وقفتش جنبها، فلان مرض، انا ما كان ممكن اساعده، كان ممكن اعمل اي حاجه. ايا ما كان انا بفضل في حاله لوم وتأنيب مستمر، ومفكر طول الوقت في الموضوع بغض النظر عن اي موقف تاني ايجابي بيحصل طبعاً حواليه، فهو طبعاً مش شايفه. لا لا لا. او اي حاجه كويسه بتحصل حواليه، حاجه كويسه هو بيعملها، خدي بالك هو نفسه بيعملها، يعني هو مش نفسه لو عمل حاجه كويسه. يعني تقولي له احد الناس مثلا شفتهم، انا جاي لك عشان انا انسان فاشل، تقول يا اهلا وسهلا والله انا بحب الفشل يا اخي، قول لي بقى انت عامل ايه؟ قال لي انا ابدا، انا مخلص كليه ومعايا ماجستير في الاداره وبعمل دكتوراه. قلت له ياه ده انت راجل فاشل والله، فاشل جدا، خلصت الماجستير وبتعمل دكتوراه وحاجه كويسه ورايح واخد ميعاد من دكتور وحاجه كده. فهي دي النفس اللوامه. صح. من المنوفيه. السلام عليكم. اي يا فندم؟ يا حبيبتي. اي يا فندم، علي صوتك شويه مدام ولاء لو سمحتي. ممكن اكلم احمد؟ هو سامع حضرتك، بس لو سمحتي بس علي صوتك شويه، وطي صوت التلفزيون عشان نعرف نسمع حضرتك كويس. حاضر. ايوه السلام عليكم. اتفضلي دكتور، سامعك. وعليكم السلام. انا مشكلتي يا دكتور، انا مش عارف اقول لحضرتك عندي ايه، بس المشكله اللي انا عايزه اقول لك ان عندي الضمير زايد قوي، او كل حاجه بتأنب عليها، وكل حاجه يعني بلوم نفسي فيها. قبل ما انام ما ببقاش عارفه انام، اصحى من عز النوم افكر في اللي انا عملته، هل انا غلطت النهارده في حد، هل انا قلت حاجه غلط. انت متابعه الحلقه من الاول؟ انا متابعه مع حضرتك الحلقه. اسمها النفس ايه دي؟ النفس اللوامه والنفس المطمئنه. كويس. انت في انهي نفس فيهم؟ انت في انهي نفس من الثلاثه اللي شرحناهم في الاول؟ لاحظ ان انا بلوم نفسي كتير، بس المشكله طيب يبقى انا من النفس اللوامه. النفس اللوامه دي بيقابلها ايه في الطب النفسي؟ ذنب كتير طبعا، في حاجات كتير. استني 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 اسمعي اسمعي يا حبيبتي، اسمعي دكتور هيقول. النفس اللوامه دي بيقابلها ايه عندنا في علم النفس؟ تقريبا الضمير الزايد، الايجو. الايجو ده بيبقى فيه وسوسه. ايوه. بتبقي دايما يعني تلومي نفسك على اي حاجه عملتيها، ليه انا عملتها؟ وكان لازم ما اعملهاش، وليه اتسحبت من لساني وقلت، وليه اندفعت واتصرفت، والوم نفسي على اي حاجه ما عملتهاش. ما انا هفضل طول عمري كده، انا ما بعملش اللي عليا، انا اللي هفضل مقصره، وتقعدي تجلدي في نفسك طول الليل، تصحي الصبح وانت مكتئبه. بس اقول لحضرتك على حاجه. قوليلي. مشكلتي انا يعني ان كان عقل اكبر من سني، يعني كنت كل حاجه افكر فيها دي غلط دي صح دي حرام دي حلال، لدرجه انها يعني لما بشوف مواقف قدامي او اشخاص قدامي او بتعامل مع شخصيات في الشغل بستغرب الناس دي كده ليه. يعني الواحد ما شافش كده، كان متخيل ان الدنيا ابيض واسود، لما شاف الشغل وشاف الناس فيه لقيت في الوان تانية غير الابيض والاسود. بصي النفس اللوامه دي اللي هي الاوبسيسيف، هقول لك على حاجه اصبري، اللي هي الاوبسيسيف بيرسوناليتي، اللي هي الشخصيه الموسوسه. الشخصيه دي من اهم الوساوس اللي بتميزها حاجه اسمها يس اور نو، يا يا لا، انا كويس ولا وحش، انا صح ولا غلط. واهم ما يميزها النوع الثاني من الاوبسيشن اسمه بلاك اند وايت، اللي هي قالت عليه يا ابيض يا اسود. لما تنزلي بقى في الشغل هتلاقي ان الناس رمادي وفحلقي وبحلقي، هتلاقي حاجات طب هي تعمل ايه؟ لازم تتخلص من هذه الوسوسه، لانها بتبقى عامله زي النار اللي مش شرط ان هي تلجا لمعالج، عند في برامج كتير انا شخصيا حاططها فور فري على النت، تقدر ان هي تنزلها وتحملها.